الفيديو تاع اليوم يقدر يبدل لك حياتك 180 درجه. تقدر مول الفيديو هذا راح تبدا تخمم في حوايج اللي بالك ما خممتهمش في حياتك كاع، ولا كنت تشوفهم وما بالكش بهم، ولا راك عايشهم مصار ما راكش فايق. الموضوع مهم بزاف بزاف، يخصنا كامل. السلام عليكم خواتي وخياتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. نحو نواضر باش ما نشوفوش مليح، نحبكم تبرونشيو معايا مليح مليح واش راح نهضر. حنسي نكون مختصر ونروح ديريكت مول السوجي كامل. حنايا رانا حابين نربحوا في الدنيا هذه، حاب تخدم دير دراهم دير، سميوه النجاح، كاع حابين ننجحوا. على بالكم بلي اغلب الناس كسالى يعني فنيانين، خاطش الاغلبيه نحوشوا على طريقه سهله ومختصره باش نربحوا، نربحوا ولا نقولوا نحقوا النجاح ديالنا. والحقيقه الطريقه المختصره والسهله ما كاش، هذه مقدمه رايحين للصح. روحكم بالعقل باش ما نخلعكمش. الانسان اللي يدير حاجه بزاف اليوم وغدوه وغير غدوه راح يولي يتقنها، يعني تولي تخدمها مليح ديرها مليح وتتفنن فيها. تما مام كي تكون تحوس نتايا على طريقه سهله ومختصره باش تنجح، هذاك البحث تاعك اللي راه كل يوم كل يوم راح تولي تتقن البحث، ماشي تتقن النجاح، وتولي لك ولف توالف انك تحوس على طريق مختصر ولا سهل باش تنجح. والاغلبيه تلقاه محيط، يعني لونتوراج تاعك نفس عقليتك، يعني لونتوراج تاعك يبقى يفكر كيما راك تفكر نتايا. ويقولوا بلي 95% من التفكير تاعنا يحدوه الاشخاص اللي دايرين بينا، المجتمع، العائله، الصحاب، الحباب، يعني لونتوراج وراك الدور نتايا ومع من راك الدور. الا راك الدور مع ناس ما يخدموش ما يحبوش يتعلموا ما يحبوش يتعبوا، منطقيا راح تولي كيما هما، راح تولي تهضر كيما هما وتلبس كيما هما وتخدم كيما هما وتتزوج منهم. ولا تزوجت مع انسان ما عندوش طموح، احتمال كبير ولادك كي يكبروا بلوطار يقولوا ما عندهمش طموح كيما والديهم، وتبقى حياتك الضل انك تروح الخدمه تعاود تجي مقلق تداوس تعبان، ومرتك تشكي من اللبسه وتشكي من هذيك وتشكي من هذيك. وشنو هما الاسباب اللي رجعونا هكايا؟ شكون هو المسؤول على هذه الحكايه؟ هذه فطره في الانسان ولا احنا اللي درناها لروحنا؟ راح تصدم بالحقيقه. شكون هو عدو الانسان؟ الانسان. وشكون هو عدو النفوس؟ الخوف. الخوف من المعرفه ولا الخوف من الناس اللي تعرف؟ هل الانسان مخير ولا مسير؟ يعني لي ديسيزيون اللي ديرهم انت في حياتك اسكو درتهم نتايا بمحض الاراده تاعك ولا طبعوك باش ديرهم؟ نعاود نلبس نوضر دوكا باش نشوف مليح. اسكو واش تحب نتايا صح تحبو نتايا ولا تجبروك انه تحبو؟ تحب المرسيدس باسكو انت تحب المرسيدس ولا بوساوك انك تحب المرسيدس؟ تحب الايفون باسكو انت تحب الايفون ولا باسكو الناس بوساوك تحب الايفون؟ كاين واحد القاعده في علم النفس يقول لك ما يختاره الجميع هو الافضل. هذه قاعده ما تقوليش لا، يكونوا جوج لي ريستورون يخدموا سلعه واحده وكيف كيف، ماكله واحده اطبق بنفسها، حانوت فيه بزاف الغاشي وحانوت فارغ، انت تكون جايز حاب تاكل تروح وين كاين الغاشي. في ميزات تقول الناس هادو باش راحوا كامل لهنايا صافي دير يخدم خمن الاخر، وتقول مادام الناس ما راحوش في هذاك الحانوت اللي فارغ الناس يعرفوا صافي دير ما يخدمش ملاح. وهنا تنطبق عليك القاعده وهذه غتمشي في حياتنا كامل. الناس قاع يشرو ماروتي تقول ماروتي مليحه، الناس قاع ما يشرو الشيري تقول شيري ماشي مليحه. وهنا انطبقت علينا القاعده تاع ما يختاره الجميع هو الافضل. راح تقول لي واش رائد واش تخلط الهضره اللي تهضر فيها؟ راح نبالسي معاكم، نحب منك نطلع النيفو تاعي وتاعكم، انا نتعلم من الناس وانتوما تعلموا مني، وناس واحد اخرين يتعلموا منكم. اليوم راح نفهمكم كيفاش التفكير تاعك ما راكش تفكر فيه من راسك انت. الاغلبيه كنقولوا الاغلبيه يعني فايته 90%. وإنما تم اقتيادك لهذا التفكير هذا، يعني طبعوك بوساوك تخمم هكا في حياتنا اليومية كاملة. الوعي والإدراك، الوعي والإدراك هذا هو حاجة فردية، يعني في الإنسان كي تكون وحدك دا كي تخمم في حاجة وتفكر فيها مليح وتعرف بلي هذه مليحة ولا ماشي مليحة راح ترياجي وراح تتحرك. كلي تشيكولا ما عجبكش القول تاعها ما راح تزيد تشريها باسكو انت جربتها وانت ذقتها وما عجبتكش انت. شري الجولف سيدي ديس اللي مازال ما خرجتش وما عجباتكش نتايا، خلاص هذيك انت جربتها وعشتها وما عجباتكش، قرار تاخذته نتايا باش ما تزيدش تشريها باسكو باسكو باسكو. على بها نقولوا الوعي يكون فردي، اما اللاوعي يكون جماعي. باسكو تكون في وسط الناس امتثال اجتماعي، يعني واش يديروا الناس كامل راح تتحرك وتدير كيما هما بلا ما تفيق. خاطش في ميزك انت واش راهم يديروا الناس هذوك صحيح، وهنا تحبس التفكير وتخلي الناس واحد اخرين يفكروا في بلاصه في بلاصه. تشوف ناس قاع هاربين من لا دروات لا غوش، تهرب انت من لا دروات لا غوش، ما مالكش كاع وصل لتحت سابور توا انت. تقول الناس مادام هم هاربين نهرب معاهم، خليت الناس يفكروا في بلاصتك وامنت باللي لو كان تهرب من لا دروات لا غوش راح تسلك من حاجه اللي انت اصلا ما لبكش وشن هي، راك تتبع في الجماعه وهنا راك ضمن القاطع. نزيدو نتعمقوا شويه، على بالكم باللي الجهل يتوارث،
كيما الناس تتوارث الدراهم تتوارث فرطيس، مام الجهل يتوارث، ولكن الجهل ما يتوارث من الأب للأم ولا من الأب للطفل، يتوارث من الجيل للجيل. والجهل مع الوقت يولي حاجة يقين، يولي حاجة معروفة، يعني حاجة سر منها هي الجهل، ستولي حاجة مؤكدة وما تقدرش ميبا تشكك فيها. أحكي لكم واحد التجربة كانوا داروها، حكموا 5 شواد وداروا سلم وداروا فوق السلم داروا البنان، واحد من 5 شواد هذوك طلع السلم باش يرفد البنان، شمخوه بالماء، العلماء شمخوه بتيو تاع الماء هبط، زاد طلع الشادي الدوزيام، كيف زادوا شمخوه بالماء زاد هبط، وزادوا تروازيام وكاتريام وسانكيام، يعني في 5 كل ما يطلع شادي يرفد البنانة هذيك يشمخوه بالماء يعاودوا يهبطوه. وهنا الشوادة في 5 فهموا ربطوها باللي لو كان يطلعوا الفوق يجيبوا هذيك الحبة بنانة راح يشمخوهم بالماء اوتوماتيكمون ما يطلعوش. واش داروا العلماء؟ نحاو شادي واحد يعرف ورومبلاصاوه بواحد ما يعرفش، يعني نحاو الشادي اللي صارت له الحكاية هذه من هذوك 5 وجابوا واحد اللي مازال ما تشمخش كامل. الشادي جديد هذاك كي جاي يطلع الربعة الاخرين ما خلاوهش، قالوا له ما تطلعش، تطلع تتشمخ، هما في 4 عاشوها بصح هذاك ما عاشهاش، ما طلعش. غدوة مدات زادوا بدلوا شادي من الشواده القدم هذوك، كانوا 4 قدم واحد جديد، زادوا بدلوا شادي من هذوك 4، صارت له نفس الحكايه، جاي يطلع حبسوه الاخرين قالوا له ما تطلعش، يشمخونا، وهي رايحه نهار مو نهار بدلوهم هذوك الشواده. يعني لي زونسيان اللي صارت لهم الحكايه هذوك خلاص تبدلوا، ولاو في 5 جدد، واحد فيهم ما عاش الحكايه تاع الماء والبنان، بصح واحد فيهم ما يطلع يجيب البنان، غرسوا لهم حاجه في راسهم، باللي تروح تجيب البنات تشمخ. مالغريك الجيل هذاك الثاني ما عاشهاش، ما عاش الحكايه هذيك، ما تشمخوش كامل. ويدير لك القاعده باللي الانسان ما لازمش يكون مختلف على المجتمع، على المحيط ديالو، لو كان تكون مختلف على المجتمع تاعك تولي انت ماشي مليح، موسوس، مريض، مدبرس في النظر ديالهم. شوفها في حومتك لو كانت تخرج انت الصباح تجيب قهوه وتريح في بلاصه ما تهضر مع حتى واحد، تقعد تخمم مع راسك، ولات حومتك يقولوا مسكين دبرس، وانت بتدبرش انت راك تفكر. بصح لو كانت تريح معاهم في القهوه تحكي على البالون تحكي على بنات حومه اللي طالعين وهابطين راك انسان عادي. لان تستنتج باللي لازم تكون كيما المحيط ديالك باش تولي انسان عادي في النظره تاعنا ماشي في الحقيقه. نزيدو بارسي شويه، نزيد نعطيكم واحد المعلومه، كل ما زاد عدد الافراد تاع القاطع يعني الناس اللي يتبعوا الا كانوا 10 ماشي كيما يكونوا 1000، قد ما يزيد العدد تزيد الاقباليه باش يدخلوا ناس واحد اخرين جدد، يعني قد ما يكبر القاطع قد ما الناس يزيدوا يدخلوا له يولي قاطع اكبر. شوفوها في الحياه اليوميه تاعنا، في اللبسه، في الغناء اللي نسمعوه، في لافاسون تاع الهضره تاعنا، في التفكير ديالنا، في المؤثرات والمؤثرين بعض اللي راهم في لي ريزو سوسيو. كنا نشوفوا وحده لو كانت تسب في لي ريزو سوسيو تقوم القيامه، تجينا حاجه بيزار. دوكا كامل ولاو يسبوا وكامل المحتوى رادع وراه تجينا نورمال. كنا نشوفوا العراه حاجه ماشي مليحه، دوكا كاع راهم يتعراو ولات لهم حاجه عاديه. كنا دية نشوفوها حاجة غريبة، يعني باش واحد يوري مرتو ولا يجيبها ولابسة ماشي لابسة كاع يوريها لك برا ما تشوفهاش، دوكا يبريزونتيوهم في لي ريزو سوسيو. تقدر تكون مرتو عريانة هو ما يبانش، هي تبان هو ما يبانش، والناس جايتهم حاجة عادية. وهنا نقولكم باللي الانترنت نقصت الوقت واختصرت الطريق باش القاطع اللي كان صغير ولا قاطع كبير. نعطيكم مثال برك، اسكو نقدروا حنايا نحبسوا الانترنت؟ اسكو انت ولا انت نقدروا نحولوك الانترنت؟ تقول لي مستحيل، ما نقدرش نخدم بها، نشوف بها الطريق، نعيش بها، نتفرج لي فيلم، نتعلم منها، نقرا منها. تسمى مخك الداخل دار باللي انك انسان مستحيل تعيش بلا الانترنت. اي بورتو الانسان عايش منذ الاف السنين ما كانش الانترنت، وكانت كاينه التكنولوجيا وما كانش كاينه الانترنت، وتخدموا الطوموبيلات وما كانش كاينه الانترنت، وزادوا دراري وما كانش كاينه الانترنت، وناس داروا دراهم وما كانش كاينه الانترنت، يا راه طاروا في السماء وما كانش كاينه الانترنت. داخل مخك لو كان ينحوك الانترنت راحت حياتك. وفي الوقت اللي رانا فيه دوكا الانترنت ولا فيها واحد البرونش اللي الناس تستعملها، كاين من الناس يتخدم بها، بصح بزاف الناس يستعملوها للترفيه، يعني انت تدخل الانترنت تقول نحي على خاطري، اي سي نورمال انت ولا انت نهار كامل تخدم ولا تقرا كي تحكم تليفون تبدا طالع هابط تقول نحي على خاطري شويه، تعب تاع النهار ولا بريشو تاع الخدمه ولا تاع القرايه. وهنا واش ولا؟ انك انت تدخل باش ترفه على روحك، وشكون يرفهك؟ ناس يستعملوا الانترنت باش يرفهوك، باش يرفهوك الدراهم، يديروا لك الترفيه الهيوك، اللي يقدم لك هذيك التفاهه باسم الترفيه. وهنا وليت شغل انت هذاك المريض واصحاب الترفيه بالجياحه الدواء ديالك، يعني انت المريض وهما تلقيح ديالك. لا بروف، روحوا شوفوا التيك توك، اكبر التفاهات العالميه رانا نشوفوها هذا العام، يدير لك شطحه الناس قاعد تسيها، صغار كبار عجايش شيوخه، هذا عند في هذا التفاهه
موروثه وقد ما الناس ترددها وتعاود ديرها قد ما الناس وحده خير يتفرجوها، وهذوك اللي داروها يعتبروها نجاح باسكو الناس بزاف هم يتفرجوها ويزيدوا يقلدوا حوايج واحد اخرين. الخلاصه اصبح التفاهه رمز للنجاح، والناس يماجينوا باللي هذا هو النجاح الحقيقي. ما بقاش النجاح كما بكري، اللي يعرف يدير الشعر، اللي يعرف يقرا، اللي حافظ القران، اللي يخترع، اللي يعرف اللغات، اللي طبيب، اللي استاذ، اللي يتقن العمل تاعو في نابورت حاجه، اصبح الناجح في حاجه واحده اخرى، في عدد المشاهدات، في الجهات. خاطر الانسان ولا يعتبر باللي الناجح تاعو راح يكون في الدراهم. الانسان عنده بزاف دراهم يعتبره انسان ناجح، اسكو صح؟ وكاين واحد القانون عالمي، اللي عنده دراهم عنده البوفوار، لارجون سي بوفوار، عندك دراهم عندك القوه، قانون عالمي. رانا نشوفوه انت زوالي كلامك مسوس، انت مرفه دير واش حبيت الناس الكابا. نعاود نحن وضرب باش ما نشوفش مليح. ايماجينيو الدراهم وزاد دخلت لها التكنولوجيا، ولاو الناس يتخباو مور تليفونات، يعني واش عندك داخل مخك ما راحش يبان. انا واش ولات مواقع التواصل الاجتماعي ولا الانترنت سلاح يستعملوه الناس سبيسيال ومنظمات باش يحركوا شعوب ولا يحركوا اراء الناس، يعني يحبوا يغرسوا في الشعب حاجه ماشي مليحه بلي ريزو سوسيو، يحبوا يدمروا امم بلي ريزو سوسيو، يحبوا يطلقوا اشاعه ما تكزيستيش بلي ريزو سوسيو. والانسان واش ولا دوكا يامن اي حاجه يشوفها، الاخبار تشوفها في التلفزيون تامنها، الاخبار تشوفها في الانترنت بزاف ناس قاعد يهضروا عليها تامنها، تولي انت ما تفكرش، راك مخلي الناس واحد اخرين يفكروا في بلاصتك. وهذه داخله في سياسه القاطع. كما بكري في وقت الجهل كانوا يعبدوا الاصنام، وكيسقساهم ابراهيم الخليل على عباده الاصنام قالوا له وجدنا اباءنا كذلك، لقينا والدينا يعبدوا الاصنام حنا تنورا نعبدوهم. ما فكروش. نفس الشيء الان، الناس يقيدوا القاطع والقاطع يتبع ويصفق. انا ما شبه لكش انت ما تشبهليش، التوام كيزادوا كيف كيف التوام ما يتشابهوش، يعني كي تدخل اللاديه نتاعهم ما يتشابهوش، البصمه نتاعهم ماشي كيف كيف. يعني هنايا تفهم بلي الانسان خلقه ربي بالفطره بعقلك باش تفكر به، انت تفكر واش هي الحاجه الصح واش هي الحاجه الخطا، تخليش الناس يفكروا في بلاصتك. ولكن للاسف لحقنا الوقت، لو كان انت ما تفكرش كيما الناس اللي دايرين بك، هذوك الناس اللي دايرين بك مام هما غالطين راح يحاربوك وراح يخرجوك ويرجعوك انت انسان ماشي مليح، انسان غلط وفيك وفيك وفيك. اما الى ريحت معاهم ودير كاع واش يديروا هما، هم يعتبروك انسان ناجح وانسان كيما هما انسان عادي، وانا نعتبرك باللي انت ضمن القاطع. هذه نقطه من بحر. نصيحه تاعي حبس وما تتبعوش راك تشوفه كامل، استعمل مخك فكر، ماشي اللي يجي قلق لي في راسي، فكر وحدك واش هي الحاجه جوست واش هي حاجه خطا، وما تامنش اي حاجه تشوفها، وما تامنش اي حاجه حنينه. كاين القران، كاين السنه النبويه، تبعهم فيهم كلش. ماناش نهضروا على قوانين الدوله، عايش في مجتمع لازم تحترم القرآن وتحترم السنة وتحترم قوانين الدولة اللي راك عايش فيها، ولكن نهضر في الحياة اليومية. حرر عقلك من العبودية، نعبدوا ربي سبحانه. هذا ما كان مؤثرات ومؤثرين راهم يورثوا في الجهل من الجيل للجيل. خمم، خلي لي رايك في تعليق، إذا ماكش مشترك في القناة باينة بلي لازم تشترك باش ما تعطي والو. تلقاو فيديو جديد موضوع جديد. تشاو راكاتسي.